خليني أحكي لك قائمة فوربس لأغنى 10 أشخاص في العالم بشهر 8. نحن اليوم بشهر أكتوبر فأكيد تغير عليها إيش. جاسم مصطفى وجيتو ونومور واللي رات عفق ويلا ندش. أول شيء التقرير بيحكي لك إنه عدد المليارديرات الموجودة في العالم، يعني الناس اللي معاهم مليار وفوق، وصل ل 2755 ملياردير. أنا مش منهم تخيل. المهم بيحكي لك هدول كلهم من أباطرة ريادة الأعمال ورجال الأعمال وتجارة التجزئة وبلا بلا 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 والحكي الفاضي اللي احنا ما بنعرف عنه شيء. وطبعا ما في داعي احكي لك انه هذه القائمة اللي بتنتشر من هدول جماعة فوربس نفسهم دائما بتتغير. ليش تتغير؟ ارتفاع وانخفاض اسعار الاسهم، الكرايسيس اللي ممكن تصير في العالم، الباندميكس اللي ممكن تصير، المصائب اللي ممكن تصير في العالم، تغير اسعار العملات، ارتفاع الدولار، نزول الدولار، المشاكل التقنية، المشاكل المش تقنية، يعني في كثير اشياء بتغير على هذه القائمة. وخليني احكي لك مين اول واحد على رأس الهرم لاغنى رجال الاعمال في الكوكب. واحد نهفه اسمه برنارد ارنو وعائلته بثروة يا معلم تبع 197 مليار ونص. تخيل بشو بيشتغلوا؟ هذا بقول لك رئيس شركة اشي في العالم بتبيع او لتجارة السلع الفاخرة. شو السلع صراحة ما بعرف، بس الشركة اسمها LVMH وهي فرنسية المصدر. ما حدا ما بيعرف جيف بيسز مؤسس شركة امازون بثروة يا معلم 192 مليار ونص دولار. وطبعا شركة امازون معروفة اكبر متجر في الكوكب الكتروني، وبعرفش اذا اكبر واحد، يعني بس اعتبر اكبر واحد. نروحنا النقطة او للشخص الثالث اللي على رأس هرم الاغنياء، حبيب القلب صديقي الصدوق ايلون ماسك، سبيس اكس، تسلا، الرئيس التنفيذي وكبير المهندسين بشركة سبيس اكس، همه يطلع على امها الفضاء، والثروة تبعته 185 مليار فاصلة 9 دولار. طبعا هذا الحكي لغاية شهر 8، بنعملكم عبديت ان شاء الله المرات الجاي. مارك زوكربيرغ اللي عمل لنا قصة ووقف عن فيسبوك وانستغرام وواتساب، وابصر شو كمان اثر على كل التقنية في الكوكب وعلى كل اسعار اسهم شركات السوشيال ميديا وغيرها. المهم لغاية شهر 8 هو كان على المرتبة الرابعة وبثروة تقدر 130 مليار فاصلة 4 دولار. واحد صراحة اول مرة بسمع فيه اسمه لاري إليسون، هو بيحكي لك رجل اعمال ومالك لمجموعة اسهم في شركة تسلا بثروة 116.7 مليار دولار. جوجل كلنا بنعرفه، فبنحكي لك على المرتبة السابعة على هرم العشرة أغنياء أو أغنى أغنياء التشوتشب لغاية أغسطس حسب فوربس. شو بيقول لك؟ بيقول لك واحد مؤسس ومشارك مين في جوجل يا معلم، شو اسمه؟ لاري بيج، 116.6 مليار دولار. لترلي هو بيج، وأنا شكلي راح أسمي ابني لاري. هاي اثنين من أغنى أغنياء الكوكب. ماشي، روح على اللي بعده. رقم 8 على الهرم تبعنا لشهر 8 اسمه سيرجي برين، مؤسس مشارك آخر لمحرك بحث جوجل. قد ايه ثروته يا معلم؟ 113.8 مليار دولار. ومين يا معلم في المرتبة التاسعة واللي معاه 104.4 مليار دولار؟ صاحبنا وارن بافيت. وحكي لك طبعا هذا وارن بافيت رجل أعمال معروف كثير، واللي عنده شركة قابضة متعددة الجنسيات، وهي أصلا مالك لعدد كبير جدا من الشركات، واللي وصلوا للمرتبة التاسعة من أغنى المليارديرات اللي هم 2755 اللي حكينا عنهم في أول فيديو في العالم، واللي في المرتبة العاشرة ليدي 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 الجنتلمان. المهم شو اسمها؟ فرانسواز، خلينا نقرأه لأنه صراحة بتستاهل تكون عايشة، أصلا ما بتستاهل تكون مليارديرات، شو الأسماء الغريبة؟ فرانسواز بيتنكور مايرز وعائلتها، شو إيش الأسماء الغريبة هاي؟ المهم بقول لك هاي على المرتبة العاشرة، تمتلك 33% من شركة لوريا، ومعها معلم 93.4 مليار دولار. هدول هم كانوا
العشرة أغنى مليارديرات من بين 2755 ملياردير في العالم حسب تقرير فوربس لشهر 8. إيش منستفيد؟ إيش الدرس المستفاد من هذا الموضوع؟ أول إشي حسد ونقو ذيقة عين وسيبنا من قصة لا حسد مش عارف شو لأنه بيستاهلوا يعني وأصلا مش عم بنحسده ما علينا. اللي تستفيده إنه ولا إشي من اللي قاعدين تدرسوه وبتشتغلوا وبتشدوا حالكم فيه راح يوصلك لأغنى 10 ملياردات. الشغلة الثانية اللي بنستفيدها إنه أنا جدا متواضع وما صرحت عن ثروتي وما حطوني في هذا التقرير. والإشي اللي راح أحكي لك إياه إنه بتغير هذا الحكي كله definitely once أصلا طلع هذا التقرير لأنه قائمة أغنى أغنياء العالم طالعة نازلة طالعة نازلة. فإن شاء الله في تقرير لاحق سنوافيكم في التفاصيل وشد حالك وسيبك من التخصصات اللي تشتغل فيها وروح شوف لك إشي بالتكنولوجيا بالتجارة الإلكترونية بالسيارات بالطيارات بالفضاء. يعني إذا أنت بدك مشروع هيك صغير على قدك سوي لك شركة حاول تطلع لك صاروخ على الفضاء أو سوي لك شركة صنع لك كم سيارة كهرباء وتلحلح. يعني الشغل مش عيب، الشغل مش عيب. سلام.